إحداث دار المستثمر القروي جاء كمساهمة من البنك في تنزيل النموذج التنموي الجديد ومواكبة استراتيجية الفلاحية الجديدة للجيل الأخضر، وكذلك لدعم البرنامج التمويلي الطموح انطلاقا. وهذه البرامج كلها كتسعى إلى خلق واحد طبقة متوسطة قروية وحضرية قوية عبر تعبئة وإدماج الشباب في الدينامية الاقتصادية الوطنية. وهذا الدار المستثمر القروي جات باش تواكب دير المواكبة الغير المالية لحاملي الشباب باش يدوزوا من الفكرة ديالهم إلى إنجاز مشروع عبر مراحل كثيرة، منها جميع المراحل الضرورية لإنشاء المقاولة، ثانيا تعريف النشاط الاقتصادي اللي غيزاولو هاد الشاب، واش ملائم المؤهلات ديال المنطقة إلى آخره، دراسة الجدولة، يعني تحديد البرنامج التمويل مع إدماج الإعانات المخصصة من طرف الدولة للشباب، وعندما يكون الملف جاهز إن شاء الله كنحولوه إلى مركز الدراسات والسلفات للمقاولات الصغرى اللي كيبت في سلفات برنامج انطلاقة. ولهذا الشيء غادي نعبئوا جميع الآليات والمقاربة الرقمية والمعطيات والدراسات وبنك المشاريع والتجربة كاملة اللي راكمها القرن الفلاحي منذ 60 سنة. وغنبداو ب 13 فرع إن شاء الله ونرفعوا العدد ل 20، وغادي تساهم الوكالات المتنقلة في كل منطقة باش تواكب الشباب حاملي المشاريع.